تسمعوني أتوقع شباب؟ نعم، والصورة واضحة. اي طيب، والصوت لانه كان انا ميوت مشغل. إيه هسه كله تمام. يلا هسه تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الانجيل هذا. يلا شباب، شايفين هذه المحاضرة امامكم؟ نعم، يلا بسم الله الرحمن الرحيم شباب، نستأنف حديثنا عن ال prefixes, important prefixes used in medical terminology. هذه الإشارة الصفراء هي الموقع اللي وصلناه، والحقيقة أزيلها حتى تكون الأمور أفضل. طيب، صلنا إلى ال the word lip, L-I-P. This means fat. Fat in Greek, fat. That's why lipids we use in medicine, in physics, everywhere is called lipids. أصل كلمة lipids lipoids. فحذف الحرف الواو الأو فصارت lipids، يعني شبيهة بالدهون. It means the fat. ايش هذا؟ صار انقطاع، ما ليش؟ من الغرب محافظ عليها خلاص، خو ما يجي يغيرها لاسباب دينيه. هاي مورفين وما لها ما لها قيمه، مفرغه من محتواها، صارت كلمه بس نذكركم باصولها. زين، مالتي it means many. مالتي فاكتوريال، متعدد العوامل. فاكتوري مصنع، فاكتور عامل. زين، مالتي فاكتوريال، نقول هذا المرض مالتي فاكتوريال. زين، ميوكو اور ميوكاس. زين، فور اكزامبل ميوكوسيل، ميوكو مخاط، سيل يعني محبس، سيل مثل جيل. شلون يقولون جيل؟ كلمة جيل يعني سجن. سيل جت من جيل، جت من سيل. جيل مو هذا الجيل اللي تخلى على الشعر مال هالوقت، جيل. زين، هذا بمعنى سجن او محبس. زين، فميوكوسيل كيس يحتوي على مخاط. It is a fluid، هنا منط فلويد ميوكس، راح اغيرها هذه. ميوكوسيل هي ميوكس. شفتوا شو غيرتوه؟ containing swelling، فد ورم، كيس، سيست، محبس. ميوكس containing مو swelling ولكن حجرة تحتوي، سيل حجرة تحتوي المخاط. أنا هنا عندي وقفة، هذه كلمة ميوكس تعني مخاط. أذكركم بشيء، يعني فد شيء يطلع في بالكم؟ ما أذكركم. راح أفتح الشات لعل وعسى نشوف بعض الشات مع الشباب. زين، لا أذكرني بأنه كلمة ميوكس جاي من المخاط العربية. ميوكس، ميوك مخاط. زين، لا ميوكاس يضافوا له يو اس، اساسا ميوك مخاط، موك.
موك، فإذا ميوكس يعني مخاط، هذه أصلها العربية، المخاط العربية ما تقبل غلط. من تشوفون كلمة متشابهة من حيث الشكل والمعنى مع كلمة أخرى في غير لغة، اعرفوا بأن هذه من هذه، هذول طالعين من فد أصل. زين، وبما أن العربية هي أقدم اللغات بدون انحياز، إحنا ما عندنا علم نحكي، فإذا ميوكس على الأرجح من العربية. زين، نرجع إلى إيش؟ إلى مايكوسيس. كلمة مايك يعني فطر، فطر. زين، فطر، هاي الفطريات اللي تصيب الجلد وتصيب فروة الرأس وتصيب جميع الأنسجة الحية وتصيب حتى البرتقالة إذا نسيته أو النوم الحامض نسيته لفترة طويلة في وعاء، تجي تشوفه أصابته الفطريات خاست يقولوا له. زين، فإذا مايك يعني فطر، مايكوسيس حالة الفطريات بمعنى فنجل، from Greek مايكس، مايكس أساسا مايسيس، مايسيس بعدين في صارت مايسيس يعني الخيوط أو المشروم، لأنه كثير من الفطريات على شكل خيوط مايكس. زين، مشروم هو الفطر. زين، the prefix mayo، mayo it means muscle، muscle، muscle العضلة. For example عندي حالة تسمى مايوتونيا. ما هي مايوتونيا؟ مؤلفة من مقطعين، مايو تونيا، تونيا تعني الشد، هايبرتونيك يعني هذا سائل شد عالي يعني كثيف، هايبوتونيك شد خفيف بمعنى قليل الكثافة، حكيتها هذه بالمحاضرة السابقة. مايوتونيا هي حالة زيادة الشد العضلي أو توتر العضل. أضرب لكم مثل عليها، كثير من الأطفال في أيام الشتاء القارسة شديدة البرودة كنا نروح للمدارس، القارسة مو القارصة يعني يقرص، قارسة بالسين، مو تكبر وصير لأخصائي وتكتب البرد القارص. زين، القارس، كنا بأطفال نريد نمسك قلم الرصاص الصبح إيدنا ما تمسك القلم بسبب شدة العضلات في الأيدي، هاي الأصابع الصغيرة والعضلات الصغيرة يصير بها شد عالي، فيقولون إحماء، اعملوا إحماء، فننفخ أصابعنا ونفرك الأيدي ونحميها جوا أباطنا حتى يصير حرارة حتى المايوتونيا تروح، مايوتونيا الشد العضلي. فكلمة مايوتونيا هي الشد العضلي، هذه منها طبيعي اللي يصيب الناس نتيجة البرودة الشديدة، جسمه يخرص، يقول خرص جسمي أبد، يبس ما يطيق يمشي من البرد الشديد، أو أنه تكون أحيانا مرضية من مرض عصبي أو عضلي، مفهوم؟ إذا ضربنا هذا المثل مايوتونيا، مايو كثير تجي، مايوباثي اعتلال عضلي، مايوباثي اعتلال عضلي، مايوكارديوم العضلة القلبية، مايوكارديوم العضلة القلبية. زين، نجي إلى لفظة نانو. دكتور أخذتها بالأحياء. أكيد أخذتها بالأحياء وراح تأخذوها في كل مكان عزيزي. إيه. مايوفايبريل. أي نانو تعني دورف القزم، ولكن في اللغة الرياضيات 10^-9، ولهذا قلت لكم إذا نأخذ المايكرو ماتر اللي هو 10^-6 نقسمه ألف قسم، كل قسم راح ينتج يسمى النانو، هو النانو متر. زين، والنانو هي اكو نانو سكند الا ماكو، يلا دا شوف ثقافتكم، احنا من نجي عند الثقافة نعثر نقف نصف. ايه طيب، اكو نانو سكند، منو اكتشف النانو سكند؟ أي عالم اكتشفوه؟ اكتشفوا العالم المصري زويل، الذي يسمى زويل، أظن أحمد زويل،
وأخذ عليها جائزة نوبل، أحمد زويل، مفهوم؟ هذا هو اللي اكتشف النانو سكند، ما كانت مذكورة قبل بالعلم، وأخذ عليها جائزة نوبل على هذا المكتشف وعلى البرهنة على النانو سكند، على وجود النانو سكند. نقول فتبارك الله أحسن الخالقين. زين، هاي شلون تجي بالامتحان؟ شلون تجي عزيزتي؟ أقول ما يأتي، أجيب لك سؤال، أقول لك find the prefixes in the following terms. Find the prefixes in the following terms and give their meaning. And give their meanings. Then أجيب لك myotonia. أتقل لي the prefix myo. It means it's muscle. أجيب لك nanometer. أتقل لي the prefix nano. معناها 10^-9. أجيب لك مثلا هوني مايكروميتر، أو أجيب لك ميزوثيليوم، تقول لي the prefix is meso, it means middle. هكذا تجي الأسئلة، واضح؟ يلا إذا قسمنا النانو وحدة زميلاتكم أو معرف زميلكم يسأل أيش يطلع إذا قسمنا النانو؟ يلا نشوف منو شاطر يجاوبني. بايكو، عفية، بيكو أو بايكو. زين زين، بايكو أو بيكو، both of them right. أوكي يلا شباب. طيب بايكوميتر، حجم هذه، حجم أو طول أو عرض، المهم minus 12. زين نجي إلى تكملة prefixes. We have the prefix necro. Necro it means dead. رخصتكم شباب. طيب نستأنف حديثنا شباب، وهذه الجاب تزيلوها إن شاء الله. زين، we have the prefix necro. ماذا تعني necro؟ أتذكر كلمة نخر. necro it means dead. necrosis موت الأنسجة أو موات الأنسجة. زين، فأتذكر كلمة نخر، النخر كأشياء تموت في الجلد تتنخر. زين، neo this means new، ما يراد لها شيء. نيولوجيزم، ضربت عليها كلمة نيولوجيزم. ما هو المصطلح نيولوجيزم؟ طبعا أنا عاد أقدم لكم مصطلحات كلها راح تأخذوها في مراحل المختلفة، ثالث، رابع، خامس. زين، فكلمة نيولوجيزم راح تمر بكم إن شاء الله بخير وسلامة من تصلون المرحلة الخامسة وتأخذون درس السايكاتري، علم النفس، علم الأمراض النفسية،
وتأخذون فد نوع من الأمراض يسمى شيزوفرينيا. شيزوفرينيا هذول يصير عندهم مشاكل ذهنية عديدة، منها أنه ما يعرفون يتكلمون، يبدي يجيب كلمات مختلطة، كلمات مختلطة كأنها لغة جديدة، فهي نيولوجزم بمعنى لغة جديدة. هذه وين ممكن نشوف النيولوجزم؟ إذا تجي يم شخص أو طفل أو واحد يحلم، شوفوا يتكلم مع نفسه أثناء النوم، يتكلم مع نفسه كلمات مختلطة عجيبة غريبة. This is similar to neologism. زين، من يبدي تأتئ ويتكلم النائم. زين، أما هذول لا واعين وما بيمشي، ولكن ذهنهم منفصم، يسمون انفصام الشخصية. يعني طريقة التفكير عندهم بها انفصام، غير مترابطة، غير سليمة. طيب، والحمد لله على نعمة العقل. زين، نفرو تعني كيدني. We have the word nephrology. We have nephrology. Nephrology علم الكلى، كلى الكيدني. كثير راح تجيكم مئات المصطلحات بها نفرو. زين، نفروكالسينوسيس تكلس الكلى، نفروتيك سيندروم متلازمة الكلى، نفرايتس التهاب الكلى، عشرات المصطلحات راح تجيكم. زين، نيورو it means nerve. For example نيورو لما، ماذا تعني نيورو لما؟ غشاء العصب، كأنك تقول لما غشاء، ألم به يعني أحاط به. شوفوا هذه أصلها على ما يبدو عربي، لما هي كلمة لما مو إنجليزية، لا، جدت الإنجليزية الإغريقية وربما تسربت من الشعوب العربية، ربما كلمة لما، ألم به أحاط به. زين، فغشاء العصب هو الغشاء المحيط بالمحور العصبي. محور العصبي كل خلية عصبية تأخذوها بالهيستولوجي نجمية الشكل، وإحدى الأفرع ماله يمتد إلى بعيد، هذا يسمى the axon. هذا الأكسون مثل السلك الكهربائي، يجب أن ينعزل عن بقية المحاور العصبية، فالله جعل غشاء دهني يحيطه. وشون السلك الكهربائي محاط بالنايلون؟ هذا الإحاطة بالمحور العصبي تسمى نيورو لما. From Ellen to wind to coil to cover. Ellen to cover. Non-negative. Non تعني negative. Non-union إذا انكسر العظم. Fracture of the bone. And it does not unite. ما يلتحم. يقولون أصابته حالة non-union. ما يلتئم. Non-union. عادة of bones، عادة of bones. الجروح تسمى healing، ما يقولون union of a wound. عندي the prefix normo. Normo تعني normal. For example normoglycemia، سكر الدم، مستوى الجلوكوز بالدم. إذا معتدل يقولون normoglycemia أو euglycemia، مرت بيكم يو. Euglycemia or normoglycemia. إذا زاد الجلوكوز بالدم تسمى إيش؟ يلا شطار. تسمى إيش إذا زاد الجلوكوز بالدم؟ هايبر. هايبر بنكتب، عافية، هذا الكتبة زين، هايبر. محمد عبد اللطيف ومريم كتبوا هايبر، نكتبها بالإنجليش. هايبرغلايسيميا مرات نكتب بالعربي على السريع الشكل. زين، ولكن هايبر زين. واذا قل الجلوكوز ماذا نسمي، ماذا يسمى هذه الحاله؟ هايبو. فيري جود مريم، فيري جود، فيري جود. امنه، زينه، شوكت، فيري جود. طيب، هايبوغلايسيميا، هايبركاليميا، هايبوكاليميا، هايبرتنشن زياده الضغط، هايبوتنشن هبوط الضغط. زين، ما أعرف دا يسألوني أكو رابط يا شباب، هذول اللي دا يسألون شوفوا اللي عتشات، أكو رابط، إيش يقصدون أكو رابط؟ خاف ما دا يقصدون.
لا دكتور، رابط الحضور هسه تقريبا انتظر علي يبعثه. لازم هذا الحضور، اذا ما وصلتم انتم تبعث لي أكيد بالتليجرام. أكيد إن شاء الله. تليجرام اي. بس تمام هسه واحجة وجي. طيب استأنف، we have the prefix oculo. Oculo أو أوفثالم. Oculo إذا استخدمنا المقطع oculo بمعنى eye، وإذا استخدمنا الـ prefix ophthalm أيضا تعني eye. For example, oculomotor nerve. Oculomotor nerve. Oculo eye. Motor يعني محرك العين، هذا اسم oculomotor، تطلق على العصب القحفي الثالث. زين، العصب القحفي الثالث اللي هو cranial nerve number 3. اوفثال مثلا اوفثالمولوجي. اوفثالمولوجي انت غدا راح تدرس بالمرحله الخامسه، يجيك طبيب جراح زين دكتور بشار اياد او غيره يدرسك اوفثالمولوجي، جراحه طب وجراحه العيون. زين، اودونتو بمعنى توث. اودونتو تعني توث، هذه بالاسنان. اودونتويد pertaining to the tooth، من يقول اودونتويد. اودونتولوجي، اودونتولوجي علم الاسنان، طب الاسنان يدرسون اودونتولوجي. زين، ايه اوليغو تعني قليل فقير. فيو فور اكزامبل اوليغو اريثرايتس، التهاب المفاصل قليل العدد. لاحظوا كم مقطع تتكون هذه الاوليغو اريثرايتس، كم مقطع؟ يلا شباب كم مقطع اوليغو اريثرايتس؟ انتظركم دقيقه، هذا سؤال اسالك. جد المقاطع في المصطلحات الاتيه. زين، اذا نقول اربعه او ثلاثه، شلون انت راح تفصلوها؟ اللي يقولون اربعه او ثلاثه اوليغو اريثرايتس، انا اقول ثلاثه. اوليغو قليل، اريثر يعني جوينت، ايتس يعني انفلاميشن، ايتس يعني انفلاميشن. اوليغو قليل، اريثر مفصل، وايتس انفلاميشن، اذا التهاب المفاصل قليل العدد، اذا يكون اقل ثلاثه فما دون يسمى اوليغو اريثرايتس، اكثر من ثلاثه يسمى بولي أريثرايتس، التهاب المفاصل المتعدد. The prefix O means egg البيضة، ولهذا oocyte البويضات مصغر بيضة. The oocytes present where in the ovary، وقلنا الأوفري تعني المبيض او المبيض، فهمتم؟ مثل ما نقول منقل، مسطره، مكتب، فهو اسم اله المبيض. زين، ما تقول المبيض. زين، اذا اوسايست معنى البويضات، خلايا البيضاء. زين، اورثو بمعنى ستريت. يوم من العظم تودينه على الدم، شوفوا شلون توازن رباني بين الاوستيوبلاست تبني العظم والاوستيوكلاست تهدم العظم، ولكن مو هدم تعمل له كسر يقوم يعرج. زين، لا مايكروسكوبيك. زين، فتاخذ حتى الكالسيوم توديه للدم، يصير توازن الكالسيوم بالدم. زين، وي هاف ذا بريفكس اوتو. هنا اوتو اكو بريفكس اوتو اي يو تي او، مثلا اوتوماتيك هذاك ذاتي يعني شخصي، اوتو ذاتي، بينما هذا OTO it means ear. Autogenic بمعنى منشأ الأذن، Autogenic منشأ الأذن مثلا. زين، Otolaryngeology. Otolaryngeology، Laryngeo يعني الحنجرة، Oto الأذن، لوجي يعني علم، يعني علم الأذن والحنجرة، أوتولارينجيولوجي، خلطوا ثلاث كلمات. أوكسي،
أوكسي يعني مولد الحامض. أوكسي، هنا خلي نقف قليلا ونشوف. يعني بفضل الله أنا هاي تعمقت بيها ووصلت إلى معناها وعرضتها أيضا في منشور. كلمة أوكسي تعني أسد حامض، تعني شارب حاد، تعني لاذع، لاذع أيضا، لاذع قوي حاد أوكسي. ومنا حتى تفهمون معناها اتذكروا الثور أجلكم الله. الثور هذا من صفات الهياج، ولهذا it has been called ox. ox زين، احنا نسميه ثور. حتى كلمة الثور بالعربي من جت؟ من الثورة والثوران. زين، شوفوا هذا لأنه الثور كثير الهياج، فأطلقت عليه هذه الكلمة في الغرب والشرق. عند العرب سموه ثور. زين، واضح؟ بينما في الغرب سموه أوكس أيضا من الهياج. إذا أوكسي تعني أسد، وتعني شارب، وتعني حاد، وتعني لاذع. زين، أوكسجين، من جت كلمة أوكسجين شباب؟ أنا هذه أحسنت، عمرو عامر مولدة الحامض، هذا اللي أنا توصلت له. ولكن أي حامض يا عمرو؟ تطيق تقول لي أي حامض كيف الأوكسجين؟ إلا إذا كان قريت المنشور مالي إن شاء الله. عافية لوفوازي مصطفى كمال عفرم. لوفوازي العالم الفرنسي اللي جو هذول الثوار، كان هو وزير للويس الرابع عشر، لويس السادس عشر، فقتلوا لويس السادس عشر وقتلوا الوزراء ماله. طيب وهذا عالم هسه تتباهون بينه في فرنسا. زين، فلوفوازي أول من أطلق كلمة أكسجين على غاز معين بمعنى مولد الحامض. سبب، شافوا والهيدروجين مولد الماء، هيدرو ماء، جين يعني مولد. شافوا أنه هذا الغاز من يتحد مع العناصر اللافلزية خصوصا تتكون حوامض. لما يتحد مع الكبريت يتكون SO، SO2. من يذوب الـ SO2 بالماء يصير حامض الكبريتيك. يتحد مع الكربون يتكون CO2. من يذوب الـ CO2 بالماء أو باللعاب يتذوقونه يصير حامض الكربونيك. فإذا قام الرجل سمى هذا الغاز مولد الحوامض. افتهمتم؟ نعم دكتور، واضح. طيب هذا أصل التسمية مال أوكسجين، يكون الحوامض. بعد أكو تطورت معاني الكلمة الاصطلاحية، صارت أوكسيديشن. أوكسيديشن تعني فقد الإلكترون. المادة من تفقد إلكترون أش تصير؟ تصير موجبة، بمعنى راحت على الشدة. زين، موجبة أصبحت، من اسمها موجبة، راح صارت أوكسايد. زين، أوكسايد. ومن تكتسب إلكترون، الإلكترون بارد سالب الشحنة بمعنى بردة المادة، فصارت reduced، reduction. زين، إذا اكتساب إلكترون reduction، فقد إلكترون oxidation، أيضا من نفس المعاني. وإن شاء الله هذا الشرح يعاونكم في فهم الكيمياء. يلا، الأوكسيديشن إيش؟ فقد إلكترون لو الاكتساب إلكترون؟ فقد إلكترون بالضبط. بينما ريدكشن اختزال، أنت وديته على السالب، ريديوست بمعنى أعطيته سالبية أكثر، أعطيته إلكترون. نرجع إلى الكلمات الأخرى. We have pan. Pan تعني total. مثلا كلمة بان سايتوبينيا، من يقل لي هذه البان سايتوبينيا كم مقطع تتألف؟ لا لا، ما ثلاثة، ما عليكم بالمكتوب، أربعة. بان كلي، سايت خلايا، بان يعني قليل، اي اي تعني حالة، تعني حالة، يعني حالة نقصان الخلايا الكلي. هذا وين يصير عندي؟ أنيميا، كريات الدم الحمر تنقص، يصير عندي
الليوكوبينيا كريات الدم البيض تنقص، ويصير عندي ثرومبوسايتوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا الأقراص الدموية تقل. هذا من يحدث هذا بسبب فشل نخاع العظم تسمى بانسايتوبينيا، فشل نخاع العظم ليش يحدث؟ عندنا فد 20-30 سبب. We have the word para. This means contrary. Then para. Para. Then يعني مجانب. Para. جنب أو مجانب. يعني مو الشيء نفسه. جانبه. إلى جانبه. مثلا نقول parathyroid gland. الغدة جنب الدرقية. نقول parallel. ماذا تعني parallel؟ موازي. Parallel. Par allel. Allel يعني الآخر. هسه راح تجيكم. Allel مع suffixes. Allel يعني الآخر. Par allel يعني الآخر الموازي أو اللي بجنبه. ولهذا يقول parallel to this. This is parallel to this. Then para. مثلا نقول paradox. Paradox أيضا. Dox معاكس. العفو تيار. مثل نقول orthodox. الاتجاه المستقيم. دوكس اتجاه. بارادوكس الاتجاه الآخر. ها الاتجاه الآخر ما هو نفسه آخر. زين. We have the word. دكتور بس العفو. ايه بس علي سعد الممثل دفتح المايك على مود يبلغ على الحضور رابط الحضور. تفضل. ايه السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ابني مرحبا. شلونك دكتور شو اخبارك؟ هذا الرابط جاهز انزله هسه لو بنهايه المحاضره؟ رابط جاهز خليه هسه. انا ما تفتح عندي الروابط الا اي دي ومع شو اسمه ما تفتح. لا لا يعني للطلاب هو جاهز بس للطلاب. مشي حالك مع الطلاب بلغ. يلا راح نشرح. والقبل لا يخلص المحاضره سده. ماشي دكتور. ماشي ابوي ماشي. يلا شكرا. هلا بيك ابني هلا بيك. زين. We have the prefix pelv. Pelv تعني basin. Basin يعني حوض بالإنجليزية. طبعا هذا إحنا ال prefix هو كله لاتيني إغريقي. المعنى كله إنجليزي عنجيبه. فpelv in Greek and Latin basin يعني حوض. ومنه pelvis الحوض العظام البشرية اللي تؤلف عظام الحوض يسمى pelvis or pelvic bones. عندنا المقطع prefix peri. peri يعني محيط surrounding. مثلا pericardiac. pericardiac يعني حول القلب. pericardium في غشاء يحيط القلب. هناك غشاء يحيط القلب ثخين نسبيا. القلب يقع داخله ويتحرك القلب داخل هذا الغشاء محاط بسائل قليل. هذا يسمى pericardium. pericardium ويطلق عليه غشاء التامور. بينما ابيكارديوم لا هذاك الشغاف. ابيكارديوم مباشرة لصيق جزء من القلب يسموه ابيكارديوم. ولهذا بالعربي يسمى الشغاف لأنه لاصق لصيق شغف الرجل بفلان بفلان موضوع أو شغف كذا. الشغف شغفها حبا بمعنى لصق بالنفس. زين هذاك الشغاف. زين عندي peri per sorry per تعني through. for example perception الإدراك. perception perception تعني الإدراك. perception الإدراك. عندي percent ما كلمة percent يقول لك هذا 25% 100% يعني خلال المئة. يعني 5% يعني 5% خلال المئة. زين per. زين عندي the word physio. physio تعني nature. nature طبيعة. ولهذا كلمة physics ماذا تعني؟ physics تعني علم الطبيعة. phys يعني طبيعة. icx x physics مثل ما قلنا قبل قليل. orthopedics physics يعني علم بعض العلوم ما يدخل لها لوجي. زين فيزيولوجي يتخلى. هذا علم فيزيولوجي علم وظائف الأعضاء. ولكن الطبيعة نفسها خارج الجسم البشري تسمى فيس أونلي
ما فيزيولوجي فيزيكس. فحتى يفرقون فيزيولوجي وظائف الأعضاء في الأجسام الحية عن الطبيعة الجامدة فيزيكس، فهذه فيزيكس وهذه فيزيولوجي تعني نيتشر. إيه عندي كلمة بيكو أور بايكو تعني very small 10 to the power minus 12. لاحظوا تنقري بيكو وتنقري بايكو ليش؟ إذا جاء الآي ثم جاء بعده حرف ثم الحرف الذي يلي المباشر بعد الآي إذا كان حرف علة فمن حقك أن تقرأ حرف الآي بالإشباع، بالإشباع بايكو فيرتايغو فيرتايغو زين، وقد يختزل بيكو. ولكن الأصح لأنه قاعدة لفظية مثل ما يجيك السي بعد إي، إذا السي بعد إي تنقري سيفا سيفالوباثي انسيفالوباثي سيفاليك فين زين. فهنا أيضا قاعدة إذا جاء الحرف الثالث بعد الآي يعني الآي الأول ثم الثاني ثم الثالث كان حرف علة فتقدر تقرأ حرف الآي بالإشباع الكامل. إذا بايكو بايكوميتر. بليو تعني متنوع بليو دايفيرس. عندي بليومورفيك يعني متنوع الشكل بليومورفيك إنه مورف يعني شكل، مورفين من مورفيوس مورفولوجي علم الشكل، بلوري من بلورال what is the plural of that يعني جمع عديد زين. عندي بعض الخلايا تكون بلوري بوتنشيال متعددة الوظيفة متعددة الفاعلية متعددة القابلية. عندي the prefix نيمو نيمو اير غاز زين نيمون الهواء أو الغاز، وأطلقت أيضا على اللنج الرئة. بالأساس شوفوا المعاني الأسطورية نيما إلهة الهواء عند الإغريق، إلهة الهواء عند الإغريق زين. نجي نشطب كلمة نيمو لأنها إلهة الهواء عند الإغريق، مو هذا صار له 2000 سنة متداول المصطلح وما له قيمة، منو يجي يعبد إلهة الهواء زين. كلمة نينوى تعرفون شنو نينوى منين جت الكلمة؟ نينا هذا نسبة إلى الآلهة عشتار، نينوى اسم مدينة كثير من المدن تعود إلى أسماء آلهة قديمة، فراحت زالت ما ظلت آثار مسميات زين. قال يونس من نينوى من قرية يونس ابن أخي زين من نينوى في الحديث زين. طيب نيمون تعني لانك، إذا التهبت الرئة إيش يسمون؟ يقولون نيمونيا آي أي يعني حالة الرئة، إحنا نقول ذات الرئة حالة الرئة التهاب الرئة هي نيمونيا زين. آي أي يعني ستيت. بولي بولي ماني ماني بولي متعدد. بوليسايثيميا زيادة خلايا الدم بولي متعدد. سايت سايت خلية. هيم يعني دم. اي اي يعني حالة زيادة خلايا الدم. شوفوا كم مقطع 4. هكذا راح أسألكم أقول لك tell me about the composition of the term of the following terms. بوليسايثيميا تقول لي تتكون من بولي معناها متعدد، سايت يعني خلية، هيم يعني بلاد، اي اي يعني اي. هكذا نسأل يا شباب. بوست بيهايند عزيزي علي زينة صبره تقول ما يفتح الرابط، فيعني ما اعرف يا شباب عاون هذول الطلبة خطير يريدون يدخلون. عندك السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. لا الرابط ما بشي وفعال هسه يسجلون دخول قدامي، بس اكو طلبة بالمتصفح مالته وما يسجلون بالحساب الجامعي فما يقدر يسجل، هاي خلل من الجهاز وما جاي يحولون الحساب الجامعي. الرابط ما يشتغل ما بي اي مشكلة. لا تنحسب عليهم غياب. اذا هذه خلي شو هسه ارتب لهم اياه، بس هي موجود يعني جاي يزيد العدد. ذيز اي دي اي دي اي دي. لا دكتور الرابط ما بشي بس الحساب
بي مو الجامعة حسابهم مشكلة. حسابهم بمشكلة. زين شباب الآن الرابط لازم اللي حسابك الجامعي. بلى 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 وما مسوين. موجود الاعداد تزيد اصلا. طيب طبيعي طيب مشتغل. تابع الموضوع علي ابني، تابع الموضوع، ترى تصير براسك بعدين، والله ما عاوننا، والله ما دزلنا، والله ما ادري شنو، ما طالت وليت هالمسؤوليه انجز. ما يلا شاء حبيبي. الله. السلام عليكم. ان شاء الان الله انا راح اتوقف، بقالكم 5 دقائق راحه، عندكم بعدها درس ان شاء الله مو؟ لا دكتور ما عندنا هذا درس. اخر محاضره. اخر محاضره. اخر محاضره، لا تخلوني استمر 5 دقائق تنفعنا. زين. تمام. بولي تعني مني؟ عندي بوست من posterior يعني خلفي، after post nasal نقول الفجو المكان الفسحة خلف الأنف، إذا واحد يدخل فأنبوب من الأنف إلى البلعوم، المنطقة اللي خلف الأنف تسمى post nasal. زين post nasal مثلا posterior، عليش نروح بعيد؟ posterior. زين عشر مئات المصطلحات بها post. زين pre تعني قبل، in front before. زين for example pre-systolic، systolic انقباض القلب، الزمن قبل انقباض القلب يسمى pre-systolic. زين طيب عندي previa بمعنى progressing away، المبتعد progressing away. عندي مصطلح مثلا بلاسنتا بريفيا، هذه نوع من انواع المشيمه، المشيمه بلاسنتا. زين بلاسنتا بريفيا المشيمه المنزاحه. زين فروم بري تعني بيفور. زين بلاسنتا ماكو داعي نعطيكم معناها ابدا. زين ما اريد نكثر. زين بروتو تعني فيرست، شوفوا كلمة بروتوزوا، بروتوزوا زوا يعني حيوان، لحد الآن حديقة الحيوان يسموها زو، زولوجي علم الحيوان، بروتوزوا يعني الحيوانات الابتدائية. الآن قبل ما أنتهي أسألكم سؤال، وين تجي كلمة بروتو بعد؟ بروتوتايب صح، بروتون صح، بروتوبلازم صح، بروتين صح، أحسنتم جدا أذكياء ما شاء الله عليكم. زين بروتين، بروت الأول يضافوا له لا بالعكس مو بروتين تي اي اي، بروت اي ام بالأخير. زين لأنه بروت بروتي اي ان. زين بروتين زين بمعنى المادة الجبلة الأولى، بروتوزوا عندك بروتوبلازم، بروتوبلازم الجبلة الأولى، البلازما الأولى. زين بلازم يعني شكل هذه. زين that's it good. يلا دكتور ممكن سؤال؟ تفضل. سألوني هو على الشات لا بروفين لا بروفين لا سيامان بروفين لا هذا دواء. إيه زين عيني سأل تفضل. سألوني على التليجرام سؤال هو ايش الفرق بين الميزو والميدي؟ نفسه ميزو بين شيئين، ميدي وسط، انت شلون تقول هذا ميدل بالوسط وهذا تقول ميزو بين هذا وذاك. زين ميزو بين شيئين، ميزو زين يتوسط بين شيئين، ما هو الميدل ولكن ما هو الوسط، الوسط يعني السنتر ميدل. زين ولكن ميزو بين شيئين، ميزونتري بين الأمعاء. أوكي؟ أوكي يلا إن شاء الله جميل. دكتور هذا تمام هذا هو. طيب شباب يلا أتمنى لكم التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.
هسه حتى نلتفت على أسئلة.